شارك الفنان محمد رياض مؤخرا في العرض الخاص لإحدى التجارب السينمائية الشابة كدعم وتشجيع لشباب السينمائيين على إنتاج أفلام وأعمال درامية. التجربة كانت فيلم الزائر للفنان والمخرج الشاب محمد سمير. تعالوا في البداية نشوف المخرج هيقول لنا إيه عن فيلمه وفكرته. هو أنا بعتبره تجربة من التجارب المهمة الجديدة. الفيلم ده أساسه إن إحنا يمكن بنعاني كتير إن إحنا نلاقي فرصة. كل الشباب وكل جيلي بنعاني إن إحنا نلاقي فرصة مع المنتجين أو المخرجين أو نطرح نفسنا إزاي. فكان بداية فكرة الفيلم إن إحنا قادرين إن إحنا كنا عايزين نقدم نفسنا للناس بشكل كويس. ابتديت أشتغل على الفيلم أنا وكل الناس اللي معايا في الفيلم بضيوف الشرف طبعاً. حاولنا ان احنا نعمل حاجة مهمة. خدنا وقت حوالي 3 سنين نظرا للظروف الانتاجية، لكن الموضوع بالنسبة لنا ان احنا كنا بنتحدى نفسنا وكنا بنحاول نعرض نفسنا بشكل شيك. الفيلم رحلة لكل انسان ممكن يلاقي نفسه جوه الفيلم. رحلة هنقول رحلة في رحلة ما بعد الموت، رحلة ما بعد الموت. فكانت الفكرة ان انت ازاي بتقدر تشوف انت شايف نفسك ازاي في الحياة. يعني هو رسالة الفيلم انك انت بتعيش حياتك، كل حاجة في حياتنا مشاهد. فأي انسان بطبيعته بيبقى فيه مشاهد عايز يشيلها من حياته، بيبقى فيه مشاهد عايز يخليها، بس للأسف ان ده دايما ما بيحصلش لان القدر ليه تدخله. بس دي فكرة الفيلم بشكل عام.